هو يعني ضيفنا أستاذ مجدي صادق، خبير السياحة، عضو غرفة شركات السياحة، قال إنه لازم دور كل واحد فينا هو اللي يبني البراند عن بلده، عن محافظته. أكيد طبعا. أنا بالنسبة لمحافظة أسوان، مركز إدفو أقصى شمال أسوان، عندنا معبد دينا في إدفو. طب بس مش عايزة أقول بسم الله ما شاء الله على السياحة، يعني لما تعدي الشارع المركز مش بتعرف تعدي من السياحة، يعني شارع المركز ده واصل من الكورنيش إلى معبد إدفو. فأنا بدعم سياحة إدفو يعني، وبقول الحمد لله عودة للسياحة. بشكرك والله يا مروه، بشكرك وبحيي اهالي اسوان بس كلهم. عايز اقول لها نقطه، اتفضل. ان التاريخ المصري بدا من عندها. اصلا اللي وحد القطرين مينا هناك من عندك، من ادفو استاذه مروه. فيعني زي ما الدكتوره قالت، يعني انت تعتبري ممكن تعملي ادفو براند عالمي. اللي هي اول حاكم للعالم او اول مؤسس لدوله في العالم كلها كان مينا، كان من عندكم من إدفو. شوف الجمال، الناس تيجي بقى بلد مينا فتقول لك ده تأسيس الدولة. يعني إيه دولة؟ نعرف العالم يعني إيه دولة، يعني إيه بناء مؤسسي حضارة مصر. على التليفون التاني أستاذ سمير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا معك صبري عبد الرحمن الوادي. أستاذ صبري، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ صبري، صباح الفل، زي حضرتك.